أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا
ya qawmi dakhulul ardal muqaddasatan lati kataballahu lakum wa la tawtaddu ala adbarikum. يا أيها الذين
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ والله بما يعملون محيط وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ.